آسفة بس الفيديو الماضي انفصل. طيب نرجع هون للتوتال كوست. كنا نحكي انه هي لها نوعين، النوع الاول فيكست كوست والنوع الثاني الفاريبل كوست. هلا الفيكست كوست بيحكي لنا هون هي التكلفة اللي ما بتتغير مع تغير الانتاج، يعني تكاليف ثابتة بغض النظر شو كان عندي انا انتاج بالمؤسسة، هاي التكلفة ما بتتغير. مثلا زي ما نحكي تكلفة مثلا المي وكهرباء، يعني انا حدفع هاي التكلفة شو ما كان انتاجي ما حتتغير. هلا الفاريبل كوست هي التكلفة اللي بتتغير مع تغير الانتاج. هلا مهم تعرفوهم كتعريف لانه ممكن تيجي سؤال، او مش ممكن يعني بتخيل اكيد، او بتخيل اصلا اجت بمادة السكند. طيب هلا الفيكست كوست حكينا هي don't vary with the quantity of output produced، اما الفاريبل كوست هي do vary with the quantity of output produced. طيب التوتال كوست حكينا نوعين فيكست كوست وفاريبل كوست، مجموعهم بيعطينا التوتال كوست. يعني لما نيجي نحكي التوتال كوست شو بتساوي؟ التوتال فيكست كوست زائد التوتال فاريبل كوست. اوكي بس قبل ما نبلش بالجدول خلينا نشوف القوانين اللي هون عندنا. زي ما حكينا قبل التوتال ريفينيو بيساوي البرايس ضرب الكوانتيتي، والتوتال كوست نوعين فيكست كوست وفاريبل كوست، مجموعهم بيعطينا التوتال كوست. وعندنا البروفيت اللي هو بيساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست، والمارجن البرودكت بتساوي دلتا واي على دلتا اكس. هلا دلتا واي هي نفسها دلتا كيو او الكوانتيتي ونفسها الاوتبوت. هلا بالجدول حنميز من واي ومن اكس، بس نكون عارفين انه ما مارجن اول اشي هي ايش دلتا، يعني حناخد فرق في التغير. هلا شغلة برضو اللي هي الافريج برودكت، الافريج برودكت هي قانونها بتساوي واي على اكس، بس بناخد واي على اكس بدون دلتا بدون اي اشي بيطلع لنا الافريج برودكت. طيب بس بالنسبة عندنا مصطلح اسمه الافريج، افريج توتال كوست او افريج فاريبل كوست او افريج فيكست كوست. تمام هلا هون عندنا الافريج توتال كوست شو بتساوي؟ توتال كوست على الكوانتيتي. هلا لما نيجي نحكي احنا افريج، الافريج مثلا لاي كوست معين هي نفسها الكوست على الكوانتيتي، يعني نحن فعلا بس بنقسم على الكوانتيتي. هلا اذا الافريج توتال كوست بتساوي التوتال كوست على كيو، الافريج فيكست كوست فيكست كوست على كيو، والافريج فاريبل كوست بتساوي الفيكست الفاريبل كوست على الكوانتيتي. هلا الافريج توتال كوست احنا حكينا هي توتال كوست على كيو، على الكيو ممكن نطلعها من هذا القانون او ممكن نطلعها من هذا القانون اللي هو بنجمع الافريج فاريبل كوست مع الافريج فيكست كوست بيعطينا الافريج توتال كوست. وقانون اخير اللي هو المارجنال كوست، حكينا بالبدايه انه اي متى ما نسمع كلمه مارجنال مباشره يخطر على بالنا دلتا، انه احنا حناخذ دلتا. المارجنال كوست رح نحكي الدلتا توتال كوست على الدلتا كيو. تمام طب نيجي نشوف الجدول. هون الجدول بيحكي لنا اول اشي معطينا العمود الاول اللي هو الكوانتيتي. تمام معطينا توتال كوست، هلا هو يعني بتخيل حيعطي اول عمود عمودين احنا نطلع او عمودين ثلاثه وبنطلع احنا الباقي. هلا معطينا اول عمود اللي هو الكوانتيتي، العمود الثاني توتال كوست، وعلى فرض كمان معطينا الفيكست كوست. هلا احنا الباقيين حنقدر نطلعهم. التوتال كوست معطينا اياها العمود، الفيكست كوست برضو معطينا اياه. طبعا الفيكست كوست زي ما بنشوف على العمود نفسه هون كله ثابت، كله ثلاث لانها اصلا هي ثابته ما بتتغير. هلا بدنا الفاريبل كوست، بدون ما يعني نشوف الفاريبل كوست شو بنحكي، اللي هي التوتال كوست ماينس الفيكست كوست حيعطينا الفاريبل كوست. تمام هلا طلعنا الفاريبل كوست، هلا ايش بده هون؟ الافريج فيكست كوست زي ما حكينا، الافريج لما نسمع كلمه افريج اللي هي الكوست على الكوانتيتي، فافريج فيكست كوست بتساوي الفيكست كوست على الكوانتيتي، يعني حناخذ كل قيمه من هون حنقسمها على الكوانتيتي اللي معنا هون. تمام طيب هلا معنا كمان طلب الافريج فاريبل كوست، نفس الطريقه ناخذ الفاريبل كوست كل وحده من هون بنقسمها على الكوانتيتي حيعطينا الافريج فاريبل كوست. طبعا بس هي الفكرة انه بس نرتب اعمدة ونركز، اهم شيء انه ناخد العمود الصح لما نقسم او نطرح او اي اشي عشان ما نتخربط ويطلع معنا الجواب غلط. نكمل الافريج توتال كوست حكينا بنطلعها اللي هي التوتال كوست على الكوانتيتي، او بنجمع الافريج فاريبل كوست
زائد الافرج فيكست كوست حيعطينا الافرج توتال كوست. طبعا احنا هون بنعاد نعتمد الاشياء اللي اصلا بتكون من اصل السؤال على اساس في ما لو. يعني احنا هون بهاي الطريقه اذا كان معطينا بالسؤال توتال كوست والكوانتيتي بنطلع الافرج توتال كوست بنقسم هاي على هاي. ليه؟ لانه ما بنضمن اصلا يكون حلنا مثلا افرج فيكست كوست او هذول الاثنين يعني يكونوا صح، فاحنا بنعتمد الاشياء المعطى بالسؤال بتكون اضمن. تمام. هلا المارجنال كوست حكينا هي دلتا، نحكي دلتا توتال كوست على دلتا كيو، يعني بنيجي نحكي 3.3 ماينس 3 على 1 ماينس 0، بنطلع اول رقم. هلا المارجنال دائما حنعمل احنا شفت لتحت، يعني اول خانه بنتركها فاضيه بالجدول. لما يطلب لنا مارجنال، اي مارجنال سواء مارجنال كوست او مارجنال برودكت او اي مارجنال ريفينيو، هلا قدام رح نحكي عنها، دائما اول خانه بنتركها فاضيه لانه هي فعليا هي احنا هناخد فرق. طيب اذا نيجي نحكي المارجنال كوست كيف بنطلعها، انه اللي هي دلتا توتال كوست على دلتا كيو، يعني ناخذ هاي 3.3 ماينس 3 على 2 على 1 ماينس 0. بعدين بنيجي نحكي 3.8 ماينس 3.3 على 2.2 ماينس 1، وهيك بنطلع على كل الجدول. هاي هون شرحنا عن الافرج كوست اللي هي نفسها، انه بس الافرج كوست انه الايتش تيبيكال يونت اوف برودكت، او هي نفسها انه حن dividing the firm cost by the quantity of output it produced، يعني احنا حنقسمها على the quantity. برضو هون قوانينهم حكيناهم، هاي القوانين اللي استخدمناها بالجدول كيف قسمنا الافرج، انه الافرج بتساوي التكلفة نفسها على the quantity. نفس الشيء هون، طبعا هذا الجدول كتير 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 مهم لانه اكيد حيجي نفسه. هاي المارجنال كوست زي ما حكينا انه هي دلتا توتال كوست على دلتا الكوانتيتي. هون هذا الجدول شارح فيه انه معطينا كوانتيتي، معطينا توتال كوست، بس طلع لنا المارجنال كوست. هاي المنحنيات بس هيك راسمها انه التوتال كوست كيرف، هون المنحنيات الاربعة راسم الافرج توتال كوست، افرج فيكست كوست، الافرج فاريبل كوست، والمارجنال كوست.